نحن الآن في مستشفى النديم الحكومي التابع لمديرية صحة مادبا. هذا المستشفى الذي يستقبل العدد كبير من المراجعين على كافة الشفتات اللي هي A أو B أو C، ولكن الاكتظاظ الكبير الذي يشهد هذا المستشفى وخاصة قسم الطوارئ على شفت البي والسي، ويبلغ عدد المراجعين لهذا المستشفى حوالي 450 إلى 500 مريض ومراجع. إذن نتحدث عن رقم كبير من المراجعين، ونتحدث عن رقم كبير من الأطباء الموجودين على خدمة المواطنين، ونتحدث أيضا عن عدد الحوادث التي تقع على طريق المطار ومن ثم إرسالها إلى مستشفى النديم الحكومي. هنا في مستشفى النديم الحكومي بحاجة حقيقة إلى طبيب دماغ وأعصاب وطبيب قلب، بسبب أنه عدم وجود هذه التخصصات المهمة جدا. إذا وقع حادث لا سمح الله كبير، أو وقع مكروه لا سمح الله في أحد المواطنين، يضطر المستشفى وإدارة المستشفى مشكورين إلى إرسال هذا المريض إلى المستشفيات في العاصمة عمان. سنتجول الآن في المستشفى ونطلع أهم الأقسام في المستشفى. والله ما عملته جيدة، بس إحنا نطالب أنه في يكون دكاترة برضو اختصاص، يعني يعني اختصاص للباطني للجراح لكل شيء يعني موجود. أنت بعد المستشفى اليوم لأشي معين؟ والله شيء معين، أنا عندي التهابات ومعدتي شوية توجعني، مرتين ثلاثة إجيت هنا يعني شلون، والله يقاموا بالواجب يعني دكاترة محترمين يعني جدا. لازم يكون أكثر، لما نكون واقفين ونسوي فحص للشاب مثلا يكون موجود بس واحد، يعني يا ريت نكون أكثر يعني كوادر التمريض دكتور ثاني، يعني لما يطلع الدكتور هذا لمريض يغطي مكانه مريض ثاني. طيب الخدمة اللي يقدمها مثلا واحد أو اثنين، هل هي يعني كويسة؟ كويسة، بس احنا ودنا الكوادر يكون أكثر، يعني عشان لما واحد يطلع لمريض يغطي بداله الثاني، يكون موجود الثاني. يعني المستشفى الشباب بيبذلوا جهدهم، بس حسب ما بعرف أنا كان في عدد من أطباء الباطني معظمهم طلع برا بسبب تدني الرواتب. الآن الضغط يعني على طبيب ومرات طبيبين يعني، وبالتالي لنهار شغال الطبيب لما يكون شغال لنهار لا فترة راحة ولا فترة استراحة، فبالتالي يعني بيكون شغله أقل شوية رغم كفاءته الطبية، رغم كفاءته العلمية، رغم توفر أجهزة، لابد من زيادة كادر المستشفى طبيا. طب تخصصات، في نقص تخصصات هنا، القلب مثلا والدماغ والأعصاب؟ دماغ وأعصاب ما أعتقد أنه فيه هون، يمكن ما بعتقد يعني لابد من تجهيز المستشفى، هذا مستشفى محافظة كاملة، فلابد من تجهيزه بكافة ما يلزم. نلتقي الآن مع الدكتور نايف الزبل مدير مستشفى النديم الحكومي ليطلعنا على أهم ما تم إنجازه في مستشفى النديم، وما هي التطورات الجديدة من ناحية الأطباء، الكادر الطبي، الكادر الإداري، وأيضا لجودة تقديم الخدمة. دكتور نايف، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ خلدون، وشكرا على هذه الزيارة الطيبة. يعني تحدثنا عن الخدمات اللي تقدم للمواطنين والتطورات الموجودة بالمستشفى، ملاحظين أنه في تطورات جديدة، الآلية والطريقة كيف صارت، وتحدثنا عن التطورات الجديدة. حقيقة أخي العزيز، إحنا في مستشفى النديم الحكومي الآن تعرف قسم الطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، وإحنا حقيقة اللي براجعونا تقريبا يوميا ما بين 450 إلى 500 مواطن. إحنا الآن في مستشفى النديم الحكومي عندنا جميع التخصصات، الباطني، الجراحة، العظام، النسوي، التوليد، العيون، أنف أذن وحنجرة، أشعة، لكن تعرف في نقص في بعض التخصصات اللي حقيقة تعاني منها الوزارة، يعني مثلا زي الأطباء مثلا أعصاب، قلب، الكلى، ولكن يتم تعويضهم عن طريق الأطباء الموجودين، وإذا في مثلا ضرورة تحويل يتم تحويلهم من مستشفى ثانية طبعا عن طريق التنسيق. احنا الآن الحمد لله رب العالمين، أعتقد أن الأمور في مستشفى النديم جيدة وتسير في الطريق الصحيح، ولا يوجد عندنا الكوادر موجودة باستثناء ناقص طبيب واحد في قسم الباطن، ووعدنا معالي الوزير إن شاء الله أنه خلال أسبوعين يكون موجود. قسم الجراحة الآن الحمد لله متميز، وإحنا الآن نستنى في موضوع التوسعة، تعرف كما يعرف الجميع في محافظة مادبة أن موضوع التوسعة شوية تأخر، طبعا هاي أسباب مربوطة بالمقاول، ومعلوماتنا الآن تم تحويله لمقاول آخر، وسيتم بداية شهر 8 الشغل على أساس أنه خلال 6 أشهر نفتتح التوسعة اللي تحتوي على 6 غرف عمليات بالإضافة إلى حوالي 16 سرير ICU/CCU، غرفة تعقيم مركزي، وبعدين من خلال هذا لما نطلع فوق نقدر إحنا نوسع بالطوارئ، نقدر نوسع بالمختبر، نقدر نقدم خدمة أفضل للمواطن إن شاء الله.
دكتور، مستشفى النديم يستقبل حالات الحوادث الكبيره وخاصه طريق المطار، طريقه تعاملكم مع الحوادث هاي؟ سيدي، مستشفى النديم الحكومي حقيقه هو بيقدم خدمات من عند خلينا نقول حدود الكرك اللي هي اخر منطقه الدامخي، مرورا في لواء الجيزه كامل، طبعا قصبه مادبه، مناطق ناعور، في مناطق كمان حتى بالغور بيجوا يراجعونا. احنا طريق الصحراوي وجميع الحوادث اللي بتصير هناك تيجي عندنا على المستشفى، واحنا نتعامل معها مباشره عن طريق الاطباء الموجودين، سواء مثلا كان في كسور او كان في بحاجه الى عمليات، وبعض الحالات اللي لا نستطيع انه مثلا زي مثلا خلينا نقول بدها جراحه اعصاب، بدها مثلا جراحات اخرى، بنحولها على المستشفيات المعنيه بالتنسيق طبعا عن طريق الأطباء الموجودة عندنا وبتنسيق رسمي في الامبالانس اللي تابع للمستشفى. والله أخي الكريم، بالنسبة لموضوع التوزيع، تعرف بالتاريخ المباشرة كما هو مبين قدامك على اللوحة، وبلش ب 15/2015 وكان يفترض أن يكون في سنة، لكن صار تأخير من قبل المقاول في تلك الفترة، وإجا أكثر من حوالي مرتين معالي وزير الأشغال ومعالي وزير الصحة، وقعدوا مع المتعهد وكانوا موجودين نواب المنطقة ويعني المنطقة اجتماع طويل، والآن تم تحويله إلى يعني خلينا نقول شركة ثانية، وذلك لإنجازه خلال 6 شهور إن شاء الله. نعم. تتوقع نص شهور يكون كافية؟ والله إن شاء الله إحنا نأمل إنه خلال الفترة هاي تكون منجزة، لأنه حقيقة 6 شهور كافية وزيادة يعني إن شاء الله. طيب العطاء الماضي يعني لاحظت إنه في لغط عليه وكلام وحديث بإنه صاحب العطاء أو المتعهد متنفذ، هل عدم تنفيذه للعطاء هناك مشكلة ما بينه وبين وزارة الأشغال؟ والله هو لم يعني المتعهد السابق كنا نقعد معه ونجتمع معه دائما، وبقول لك ان شاء الله هاليومين وهاليومين وكذا، ولكن ما كان على ارض الواقع في تنفيذ، الى ان نفذ صبر الوزاره وتم تحويله الى مقاول ثاني. حقيقه لم يكن هناك اسباب مقنعه لهذا التاخير. استكمالا لجولتنا في محافظة مادبة، نحن الآن موجودين في مشروع توسعة مستشفى النديم الحكومي، ونتحدث عن مدة عطاء لمدة عام واحد من 15/2/2015، تاريخ الإنجاز 15/2/2016، وما زال أهالي مادبة ينتظرون إنجاز هذا العطاء. نتحدث عن توسعة مستشفى النديم الحكومي لزيادة عدد الأسرة في السي سي يو والآي سي يو، وتوسعة العمليات وتوسعة الطوارئ. ما زال المواطنون في مادبة ينتظرون هذا الأمل، وما زال يبدو أنه هناك بصيص أمل، إذا كان هناك بصيص أمل للمتعهد الجديد بعد سحبه من المتنفذ في الأردن يحال على متعهد جديد. ننتظر بال 2018 هل من الممكن أن ينجز هذا العطاء؟ نحن ننتظر وإياكم وأهالي مادبة لإنجاز عطاء مستشفى النديم الحكومي. من الحقيقة الدولية، مستشفى النديم الحكومي، خلدون الأزايدي.